كل اللي يعني كل اللي في التقرير ده هو ده الصيف اللي بنحبه يعني. اوكي هتعيشوا على البحر وكده تمام، انما حر وفرهضه لا. طبعا محب الصيف بالنسبه لهم الحاجات دي جميله جدا. طبعا بشكر يعني المعده هدى حسين والمخرجه ريهام سعيد على التقرير الجميل ده، حسستونا كده ان احنا قاعدين على البحر، بعد عايز كان يروح يقعد جنبهم على الشيزلونج يعني. تعالوا نتكلم على اسرار جمال حواء وازاي نخلي بالنا في الصيف من نفسنا. وطبعا مش هيكون معانا احسن من ضيوفنا، احنا النهارده بنتشرف بجد بضيوفنا في الصالون. اسمحوا لي الاول نقول ليدي سبيرست، نرحب بضيفتنا الاستاذه فدا شتيله اخصائيه التغذيه فخر لبنان. دايما انا بحيي شعب دايما لبنان فيك يعني. من خلالك انت عارفه حبي لبنان واللي بحبوك على فكره، هو يعني في بينا كده حب. منوره بيتك المصريه، ودينا النهارده اكيد نصايح جميله جدا ازاي نحافظ على صحتنا في الصيف. وشرف كبير ليا ان انا اكون كمان بتحاور مع الدكتور عمرو مبروك رئيس قسم جراحه التجميل طبعا شمس منور صالون سيدتي. ده شرف ليا. الستات ده عرفت انك معانا كله اسئله اسئله اسئله، يا رب نعرف نلحق نديلك كل اسئله يا فندم يعني. طبعا موضوع الصيف والحفاظ على الشكل والجمال والصحه ده موضوع بيشغلنا دايما اول ما الدنيا تحرر علينا يعني. لو هنقول من وجهه نظر الطب والتجميل وكده، ايه الاشياء الاساسيه اللي لازم نتبعها في فصل الصيف؟ هو شوف في بعض النصائح اللي احنا لازم نقولها، لان الاصل في الاشياء هي الجمال يعني. احنا ما عندناش ابدا طفل بيتولد مش جميل. ايوه. انما مع مراحل العمر المختلفه بنلاقي نفسنا احنا مسؤولين عن بعض الاشياء اللي بتسبب فقد للجمال، مش عايزين نقول كلمه القبح، ودي اللي لازم نتجنبها. من اهم الحاجات اللي بنشوفها ان احنا خاصه في فصل الصيف ان احنا نقلل شرب الميه. ستات كتير جدا ما بيردوش يشربوا ميه، لان شرب الميه كتير بيخليها تروح تحتاج انها تروح تواليت، ممكن التواليت ده ما يكونش متوفر. ودي بتسبب مشكله، غير انها بتسبب مشاكل من ناحيه الكلى وناحيه المسالك، انما المشكله الرئيسيه بالنسبه للجمال ان هي بتسبب جفاف للبشره. يبقى اذا لازم نشرب ميه كتير. أيوة. ميه بالتحديد، مش المياه الغازيه، ما هياش العصائر المركزه فيها السكر، نسبه السكر عاليه، كل الكلام ده استاذه فيها طبعا هتقدر تقول لنا اكتر عن الموضوع ده. انما الميه دي مهمه جدا، يعني لانه جعلنا من الماء كل شيء. مفيده للبشره طبعا. وجعلنا من الماء كل شيء. النقطة الثانية أو المتلازمة الثانية اللي هي الصيف بيجيب معانا تعرض أكثر لأشعة الشمس. أيوة. وأشعة الشمس زمان كان في ناس بيسموا نفسهم اللي هم محبي الشمس أو السان لافرز، أو اللي بيبتدوا يقعدوا يقول لك أنا بحب أخد تان. صحيح. طبعا دي خطيرة جدا، لأن ثقب الأوزون ده حقيقة واقعة، وكوب 27 القريب اللي هيتعمل كله هدف صيانة وحماية الكوكب من أشعة الشمس الضارة ومن فقد طبقات الأوزون العليا. وبالتالي الشمس ممكن انها تدمر الجلد. بتدمر الجلد ده تاثير تراكمي، يعني من اول ما الطفل بيتولد بيبتدي العداد يشتغل. كل ما انا بروح الصيف واقعد في الشمس شهر واثنين وثلاثه بنهك الجلد وبرهقه، وبادي الى جفافه، وبادي الى تدمير في الانسجه وفقد المرونه بتاعته. مش بس كده، لا قدر الله لبعض الاورام السرطانيه والغير سرطانيه بتظهر في الجلد. غير طبعا اهم حاجه اللي هي علامات السن او علامات الشيخوخه المبكره. يبقى اذا تجنب الشمس واستعمال كريمات الشمس بيدي وقايه جامده جدا من الشمس. أيوة. الحاجه الثالثه اللي هي الموضه دلوقتي اللي هي التدخين. الناس اللي بتدخن المفروض بنقاومها يعني، لازم نقاومها، لان هي عمالين نقاومها في البرامج ونوعي على قد ما دي حاجه. دي مشكله كبيره جدا، يعني بتؤدي الى جفاف البشره طبعا، بتؤدي الى تقليل نسبه دفع الدم والاكسجين للبشره، وبالتالي غير التأثير المضر بالقلب وبالرئة زي ما بنقول، إن أي حد بيدخن لازم هتكون نهايته للأسف الشديدة يا إما نهاية قلبية أو نهاية مأساوية في الأمراض السرطانية. أيوة. إنما ناحية الجمال هو هيفقد مرونة الجلد بتاعه، هيفقد النضارة بتاعته، وهيؤدي ذلك إلى جفاف المزمن. يبقى الناس تقول لي لا طب أنا باخد الأيكوس ولا غير، كل الكلام ده للأسف الشديد خطر جداً ومدمر الأنسجة. والنصائح الذهبية الثلاثة الابتعاد عن الشمس، شرب المية بكثرة، والابتعاد التام عن التدخين. يعني دي بداية طبية رائعة، نقول إيه الروشتة الطبية، بس ساعة التنفيذ بنكسل. فده أنت هتعلمينا ننفذ ده بقى، يعني لو هننفذ ده على أرض الواقع كخبير التغذية، وإزاي ننفذ ده، إزاي يبقى ده لايف ستايل، أسلوب حياة. شوفي أول شيء إحنا لازم يعني نعتقد بحالنا انه نحن اشخاص حلوين من جوا، ونبتدي نحافظ على جمالنا وعلى حلاوتنا. لما نحن
بنبتدي نظام غذائي مظبوط. هي مش بس مش بالاول نظام غذائي، هي اسلوب حياه كامل. مع دخول الصيف هي فرصه انه تكون نحن نبلش نصلح شويه عادات بحياتنا. الدكتور تفضل وقال طبعا ترطيب الجسم، شرب المي بكثير اكثر وخاصه في الصيف لانه احنا عم نتعرض لجفاف البشره. احنا هون كمان بدنا نمارس الرياضه، لانه الرياضه هي نحن هون. انا بدي احكي لك على موضوع الكولاجين. احنا يعني بدنا نحافظ على الكولاجين او انتاج الكولاجين بالبشره. شو بنعمل؟ عن طريق الرياضه، شرب المي، الحركه، الماكولات الصحيه اللي هي تنشط هيدا البروتين حتى نحافظ على مرونه بشرتنا ونبك يعني ما نمشي بسرعه على الشيخوخه او نبطئ الدخول بالشيخوخه. طبعا المأكولات اللي هي بتنشط هدول، نحن بنعرف انه لازم ناخذ الفواكه والخضره اللي بتحتوي على فيتامينات مثل الفيتامين ا مهم كثير، فيتامين سي، الحمضيات، الفيتامين، الخضار اللي فيها اورانج لونها اورانج. بتشوفي دائما لما بيروحوا على المصايف بياخذوا عصير جزر مثلا لانه في فيتامين ا بيحافظ على مرونه البشره، بيخلينا الشمس ما تحرقها. فهدول الامور مهمه كثير. هلا في كمان شغلات ثانيه كثير مهمه بالنسبه للمحافظه على بشرتنا وعلى تاخير الشيخوخه، النوم. النوم كثير كثير مهم، وبفترات طويله يعني 8 ساعات. مش كان يقولوا انه الاميره النائمه بديزني وهول، انه دائما النوم بشكل جيد وبطريقه مضبوطه وصحيه اللي هي على الظهر. بيعمل اكسجيناسيون للبشره، بيعطينا اكسجين اكثر، بين بفيق الواحد وشه في نضاره حيويه. فهدول الامور يعني الحياتيه بدنا نحن نراعيها بشكل يومي بحياتنا الطبيعيه يعني اليوميه. طيب يعني دايما الناس لما بتحصل لها المشكله بتجري على الطبيب التجميل، الحقني بقى يا دكتور انا عايزه اعمل بقى شويه صنفره، اعمل فيلر، يعني ابتدي بقى بعد ما بتحصل يعني المشكله. هل الحاجات دي مع الصيف والشمس اوكي ولا في ضرر منها؟ لا طبعا مفيش منها مشاكل خالص ولا خطوره، لان المواد اللي بتستعمل لازم بنتاكد من مصدرها. يعني لما نروح للطبيب ونطلب منه ان احنا نضع ماده زي ماده البوتولينيوم توكسين اللي هي بتشل مؤقتا بعض العضلات، او الفيلرز، لازم نعرف مصدر الماده دي ايه، لازم تكون موافق عليها منظمه الغذاء والدواء الامريكيه. المصدر الرئيسي بتاعها يكون معروف، النوع بتاعها معروف، يكون في شفافيه. المشكله بتحدث لما بيبقى في حقن اكتر او في كميه اكتر بتتحقن. ويمكن نرجع نفس الكلام اللي قالته الاستاذه فدا، ان هو عندنا ان احنا بنيجي نبص على ليه البني ادم ممكن يتمتع ببشره حلوه فتره اطول من غيره. بالظبط. ودي دراسه اتعملت حديثا ثبت مفعولها. كان في دراسه اتعملت في اوائل اواخر التسعينات في المملكه المتحده بريطانيا، عن ان هم قسموا ثلاثه مجموعات من الناس. مجموعه بيعيشوا حياه صحيه جدا، بيلعبوا رياضه وما بيشربوش سجاير وما بيشربوش خمور، ونوع عايش حياه معتدله بس ما بيلعبش رياضه، ونوع الثالث اللي هو بيصرف على نفسه في كل حاجه سواء في الخمور او المخدرات او السجاير. ودرسوا الناس دي الثلاث مجاميع دي مده 20 سنه، اكتشفوا ان المجموعه اللي هي عايشه حياه صحيه تماما وبتلعب رياضه وكويسه دي اكثر شبابا وسنها وشكلها اقل بكثير من الناس اللي هم العاديين او الناس اللي هم مصرفين على انفسهم في تناول الحاجات المضرة بالجسم. نحب نحكي بقى النهاردة ان في 2020 الدراسة اتعملت على بالالكترون مايكروسكوبي او الميكروسكوب الالكتروني على الجينات بتاعت الناس دول وعلى الخلية بتاعتهم. وجدوا ان في جين معين في الجسم في الخلية بيحدد عمر الخلية، ده في كل الناس. فبنقدر نبص على الجين ده بالالكترون مايكروسكوب ونشوف هل الجين ده كل ما طول الجين ده كل ما قال ان الخليه دي سنها صغير. فطلع ان سبب ان السن او الشكل بتاع البني ادم اللي بيلعب رياضه وبياخد حياه صحيه احلى كتير من اخوه التوأم اللي بيدخن. صحيح. يعني التوأم اللي هو المتماسك. السبب الرئيسي ان الجين بتاعه ده اللي هو المسؤول عن عمر الخليه بيبقى اطول كثيرا جدا من الجين ده. يبقى ده ثبت ان عمره
عمره بيزيد بتدعمه؟ اللي بيدعمه الاكل الصحي والرياضه والابتعاد عن المخدرات والسجاير والخمور. فتلاقي حضرتك ان الشخص ده شكله اصغر من سنه ب10 سنين. والشخص اللي ما بيلعبش رياضه وبياكل عادي سنه هو مقارب لشكله. أيوه. اما اللي مسرف على نفسه أكبر فده من سنة. اكبر من سنه ب10 سنين. وده مش بس في الشكل ولكن في الوظيفه وفي كل اعضائه، كل اعضائه اصغر من سن التوأم المتماثل بتاعه ب10 سنوات. لما نيجي نقول الجمله دي ونركز عليها يبقى نقول ان جزء كبير جدا من صحتنا بتعتمد تماما على ماذا ناكل، ماذا نشرب، وماذا وكيف نساعد جسمنا عشان يحافظ على البنيه بتاعته. صحيح. يعني احنا مثلا بنروح لدكتور عمرو وبعدين يدينا اوامر، انتوا دلوقتي لازم تاكلوا اكل صحي، انتوا دلوقتي لازم تعملوا لايف ستايل، فنجري على كده الحقيقه في اعداء الوصفه هي في امور صحيه نحن كمان يعني نتجنبها، مثل مثلا السكر اللي احنا بناكله باسراف، البسكوي وهدول الاشياء، السكر السريع مثل ما بتعرفي مش سكر الفواكه، السكر الفواكه مفيد. مثلا السكريات بتاثر على انتاج الكولاجين بالبشره. عندنا الدهون الكثير، الدهون اللي هي غير صحيه، الاكل الجاهز، وطبعا مثل ما تفضل الدكتور قال التدخين، قله شرب المي، في كثير اشياء ممكن تاذي البشره. وفي مواد غذائيه نحن لازم يعني مرطبة مثل ما بيقولوا للبشرة غير المي، في عنا كمان اللي هي الدهون الصحية اللي موجودة بالأسماك، الصومون، ممكن تونة، يعني في بدائل عن الصومون والأفوكا. الدهون اللي هي الضرورية نحن ناخدها كمان بنظامنا الغذائي اليومي. فطريقة الحياة وطريقة الأكل أكيد بتجنبنا نحن مشاكل. الإنسان يبقى عنده وعي، أكيد عايزة وعي وعايزة تنويع بالأطعمة، عايزة كتير انتباه بالفيتامين سي، هو أساسي بالنسبة للبشرة. يعني المأكل الحمضيات والخضار الورقية والألوان كتير كتير مهمة. فنحن ليش نحن ممكن نعمل بريفنسيون، يعني مثل ما انه وقايه قبل ما نوصل لانه نحن نروح نعمل اجراءات. هلا اكيد لابد يعني مع الزمن كمان والغادي كوليبر الجذور الحره، بس الموز على قد ما نقدر. ايوه بالضبط، هي جذور الحره برضه يعني عم بتخلينا انه نحن نتقدم بالعمر غصب عننا، رغم انه نحن بس احنا بنفس الوقت بنقدر ايه نعمل مثل ما تفضل الدكتور وقال انه تاخير عمليه الشيخوخه. صحيح. والمحافظه على الجلد، بتلاقي اوقات ناس كبار في السن بس بشرتهم منيحة، صحتهم منيحة، الموضوع داخل من جوا لبرا. يعني الموضوع كمان مش، في ناس بتقول انه ممكن كريمات وماسكات، ايه بتفيد، بس لما بتاكلي هالاشياء يعني هي بتطلع، يعني كيف بدي اقول، الوش مراية عن جواتك شو فيه، عن صحتك هي شو بتشكي. بتلاقي مثلا اللي ناقصهم مواد غذائيه معينه بتلاقي في سارم تحت عيونه، بتلاقي وشهم شاحب. فالمأكولات اكيد لها انعكاس مباشر على بشرتنا وعلى صحتنا بشكل عام. والانسان الصحي اللي صحته منيحه بتكون بشرته منيحه. صحيح. كمان اللي يعني مش ناقصه فيتامينز او ناقصه مواد غذائيه معينه. فنحن علينا كثير نراعي موضوع انه نحن ننوع بالاكل ونمنع السكريات والامور اللي عم تاذينا، مش بس صحيا عم تاذينا كمان شكلا، وعم تؤدي لظهور الجفاف. يعني الملح مثلا بينشف البشره، كثره الملح بيعمل ولما بتنشف البشره بتظهر التجاعيد. صحيح. فالملح والسكر والدهون الغير صحيه مش مطلوبه. احنا جالنا يعني اسئله كتير وحاجات كانت يعني الناس عايزه تفهمها، واكتر حاجات يعني ما جمعنا اكتر الاسئله لقينا جزء كبير جدا من اسئله الشباب وحب الشباب في فصل الصيف وبيزيد جدا، والبشره الدهنيه والحبوب، وكمان اسئله خاصه بالشعر وصحه الشعر. فخلينا لو هنقول يعني للدكتور، لو الشباب اللي بالذات في الفتره دي عنده حب شباب يتصرف ازاي في فتره الصيف؟ هو طبعا حب الشباب ده مش جزء كبير من تخصص جراح التجميل. لكن بتعالج اثاره. بنعالج اثاره. فاحنا اللي بنعمله ان احنا بندي بعض النصائح العامه.
تناول الدهنيات الكثيره ممكن يزود درجه حب الشباب. فتره الفوره الهرمونيه اللي بتحدث في الاطفال او في انتقالهم الى سن المراهقه بيسبب زياده افراز الدهون. لو انا مش واخد بالي والطفل ما بي او المراهق ما بيغسلش وشه كويس ويحميه من تكدس ذرات التراب الدقيقه على مخارج الغدد الدهنيه والعرقيه، ده بيؤدي الى تراكم الدهون ثم حدوث فيها نوع من الالتهاب ثم يحدث حب الشباب المتقيح. إذن العلاج بتاعنا هو النظافة المستمر. زي ما بناخد كريمات وجلات بيضعها دكتور الأمراض الجلدية علشان خاطر ينشف البشرة الدهنية، برضو الغسيل المستمر للوجه بيعمل تنظيف لفتحات هذه الغدد وبالتالي بيقل حجم الغدة الملتهبة، وبالتالي بيحدث ان هو يكون ان بيتم علاج والوقايه من حب الشباب. نفس الكلام بيحدث مع الشعر. الفوره الهرمونيه دي برضو بتعمل مشاكل في الشعر. بننصح ان احنا ناكل اكل صحي، بننصح ان احنا نروح لدكتور امراض جلديه متمرس عشان يساعد المراهق في هذا السن انه يتعالج من المشكلتين دول. وده اللي بيدخلنا للنقطه الحاجة يمكن اثرتيها قبل ما نطلع في النقطه دي، اللي هي حكايه ان الاسراف في ان انا ادي فيلرز او ادي بوتوكس او ادي الكلام ده كله، ده لازم يكون على حسب مقاييس الجمال الطبيعيه. انا مش الهدف عندي ان انا ادي 6-7 حقن للمريضه علشان وشها يبقى زي القمر او يبقى زي الطبق، بلاش كلمه القمر بقى. وبالتالي ده خطا في علم التشريح. احنا ده اللي انا بركز فيه مع زمايلي وتلامذتي في كليه الطب في عين شمس، ان هم لازم يكونوا دارسين كويس قوي معايير الجمال لعلم التشريح. لان مقاييس الجمال بتختلف وليها حدود محدده مرسومه منذ الاف السنين. هي ناس دلوقتي تاخد صور الفنانين وتروح لدكتور التجميل، اكيد ما هو ده الغلط حاجه، لان احنا مقاييس الجمال المحطوطه معروفه من زمان. زمان كان الفنان هو الرسام او المثال هو اللي بيضع مقاييس الجمال. كان في العصر الفرعوني كان الفن الفرعوني فن ملكي اكثر، رسمي زياده. لكن قدرنا ان احنا نشوف الفن الحقيقي في مقابر النبلاء سواء في الدوله القديمه او الدوله الوسطى او الدوله الحديثه. وشفنا في العصر الثوري بتاع اخناتون او امنحوتب الرابع في القصه 18. وهنا نرجع لاهم واحده عندنا اللي هي الملكه بتاعتنا، ملكه نفرتيتي اللي هي زوجة إخناتون أو أمنحوتب الرابع، اللي تم تخليدها في التمثال الصغير اللطيف. في عندنا منه تمثالين، في واحد تمثال في المتحف المصري على بعد أمتار منا، ده تمثال من الجرانيت، وفي التمثال الحقيقي البدع يعني البديعة اللي موجود في النيو ميوزيوم في برلين. وده هو مقاييس الجمال الحقيقية. يعني مقاييس هي الجمال تنطبق على نفرتيتي بالظبط. إن هي عندها عظمتين الوجنة بارزة وعاملة راس مثلث متساوي الأضلاع ما بين عظمتين الوجنة وعظمة الدقن، والمثلث ده جواه بطريقة ربانية غريبة الأنف المتماثل اللي لما تقيسي المسافة أو طول الأنف ده هتلاقيه قد طول الضلوع بتاعة المثلث التلاتة اللي هم من هنا لهنا يا ولد ومن هنا لهنا. ده كلام كبير قوي. مش الزوايا اللي عم بتشوفيها وشبه بعضهم صايرين ايوه بيقلبوا الناس كلها بتستنساه بالظبط. فنفرتيتي كانت هي الشعار اللي تم اختياره في الجمعيه المصريه لجراحين التجميل. والدي الله يرحمه الدكتور عبد الوهاب رضا هو اللي اسس الجمعيه طبعا سنه 62 مع الدكتور نادر سويلم اللي هو اللي انا اشرف برئاسه القسم اللي هو كان رئيسه ومؤسسه في عين شمس. واستاذنا الكبير الدكتور جمال بحيري رحمه الله الثلاثه ومن جاء بعدهم، هم اختاروا عملوا الشعار بتاع الجمعيه سنه 62 هو نفرتيتي. واخذت الشعار بتاعنا بتاع نفرتيتي الجمعيه الامريكيه لجراحي التجميل سنه 65 او 67 لما انشئت. لان نفرتيتي مش بس وجه، نفرتيتي مش بس رقبه، مش نفرتيتي مش بس الفستان الجميل اللي هي لابساه او العقد اللي محدش هيقدر يشوفه. لان زي ما الراجل اكتشف هذا التمثال في سنه 1912 في تل عمرنا، بعت للراجل اللي هو السبونسر بتاعه اللي صارف على البعثه قال له لقد اكتشفت تمثال عظيم، تمثال ملكي عظيم لا استطيع ان اصفه لك
يجب أن تشاهده بنفسك. يا سلام. طيب يعني ده جزء من الجمال في التاريخ في نفرتيتي، وكمان في جزء من الصيف خد وقت كبير معنا جدا، ويمكن استحوذ علينا بشكل كبير جدا في الدراما. في ناس كتيرة جدا طلعت الصيف بشكل كوميدي، وفي ناس كان الصيف هو مصدر الرومانسية. نشوف تقرير عن فصل الصيف في الدراما بين الكوميديا والرومانسية، ونرجع نكمل كلامنا. الشمس والبحر والانطلاق عناصر أساسية في موسم الإجازات الصيفية، جسدتها العديد من الأعمال الدرامية المصرية. فالصيف فصل ملهم للأفلام الخفيفة، كوميدية كانت أو رومانسية، والتي ينتظرها المشاهد ليستعيد ضحكته وحيويته بعيدا عن الجدية في المشاغل اليومية. أفلام كالزواج على الطريقة الحديثة، شاطئ المرح، البنات والصيف وغيرها من القديم والحديث، نماذج تعبر عن هذه النوعية من الدراما التي يعتبر فصل الصيف فيها هو المكون الأساسي الذي تقوم عليه الأحداث. هكذا يتجدد مع هذه الأفلام الشعور بالحياة والحب والمرح والحرية بقصصها المستوحاة من فصل الصيف وما يعنيه من بحر وحماسة للإجازات. مرسي المعدة هدى حسين والمخرجة ريهام سعيد، تقرير لطيف جدا، وكمان فكرنا بنماذج من الجميلات اللي بتهيألي يعني نادية لطفي وسعاد حسني. يعني ذكرتيني بولا الله يرحمها نادية لطفي، كنت قاعدة معاها مرة عشان بس البنات لما يعني ما حدش يشوف نفسه وحش ويروح يعمل حاجات في وشه. معلش يعني بعتذر للدكتور بس انه لا بقى في ناس بتروح تعمل اي حد بتروح تعمل بلا سبب عشان تقلد فلانه تقلد. مهم افتكرت فنانه ناديه لطفي الله يرحمها، كنت قاعده معاها فبتقول لي بتبقى واحده شكلها حلو اول ما تفتح بقها تلاقي بقت خلاص. ايه بقى الفكره؟ جمال الروح بالاول من جوه. عشان تبقي حلوه لازم انت تصدقي حالك من جوه انك انت حلوه. صح. اول شيء وما تشوفي دفوياتك اي حاجه. يعني زي ما الدكتور تفضل بالبدايه قال انه ما في حدا بيتولد وحش، في حدا ما انتبه على حاله مع او هو جمال ايوه او تلاشى جماله. في ناس بيبقى كمان يعني ابتدوا حياتهم حلوين وفجأة كبروا بسرعة أو أخطأوا بأمور كتير، ظروف ظروف الحزن. صحيح. التكشير. الحاجات اللي هي الكره أو شيء داخلي بيكشر كتير بيطلع له 111 دول اللي بيعملوهم في البوتوكس. فدي نقطة مهمة أنه الواحد فعلا يحس حاله أنه هو حلو وقبلين ورضيان، ما يقعدش بقى يعمل حاجات يعني غريبة. الجمال نفسي طبعا، ورضا وثقه بالنفس بالظبط. فدي دي دي نقطه مهمه عند الواحد لازم تكون موجوده فيه يعني عشان يطلع حلو. لانه في ناس فعلا بيبقوا شكلهم ما حلو لكن بس في شيء ناقص، ما تقدريش تتكلمي معاهم فعلا في شيء ناقص. وناس بيبقى شكلهم عادي بس تبقى روحهم حلوه وعاملين يعني عرفتي في محبه، في شيء يجذبك لهم. واللي بيشوف حاله حلو من جوا الاخر بيشوفه كمان حلو. صح. فدي نقطه مهمه شخصيته. بالظبط. وانا بقى عايز اعلق يعني مثلا على سعاد حسني، طبعا سندريلا شاش، هما ما كانوش بيعملوا عمليات تجميل، هما حلوين رباني كده واخدين من جينات نفرتيتي. ما هي حاجه في يعني الكاريزما والفكره. ما سمعناش الكلام ده غير على حديث يعني. لا بالظبط. هي الفكره بتاعت حب الكاميرا للشخص، واخد بالك؟ فوتوجينيك. سعاد حسني رحمها الله كانت من اي لقطه بيبقى ويطلع صورتها حلوه. صح. هي وبولا او ناديه لطفي. السبب ايه؟ السبب حضرتك التناسق الجميل ما بين الوش. احنا كجراحين تجميل طبعا احنا بنبص بنظره طبعا رومانسيه وجماليه وشعريه طبعا، حضرتك ولكن الحقيقه لا تخافي تعملوا تشريح والله لكن الحقيقه
ده دايما نقطه مهمه جدا. انا كجراح تجميل احنا بنركز في دراستنا، احنا عندنا الماجستير بتاع جراحه التجميل ودكتوراه جراحه التجميل والتدريس لزملائنا الاصاغر في القسم بيهتم جدا بعلم التشريح. ايوه. والتناسق والابعاد وازاي ان الوش بيتقسم الى طريقه ثلاثيه، ادي تلت تلت تلت. لو درجه واحده هنا بيفقد الوجه جماله. وعشان كده في بعض الوجوه اللي ممكن حضرتك ما تعتبرهاش انها حلوه، ولكن زي ما بيسموها بيقولوا صديقه للكاميرا او كاميرا فريندلي، او زي جوليا روبرتس. جاي بالظبط يعني جوليا روبرتس حضرتك لو بمقاييسها طبعا دقنها مدببه عندها عظمتين الشيك بونز بتاعتها شكلها، ولكن عندما تضحك يضحك معها الدنيا كلها. صحيح صحيح. فدي جوليا روبرتس. سعاد حسني هي مثل كبير جدا من امثله الجمال، ويمكن كان في فنان عظيم جدا الله يرحمه فان ليو. فان ليو ده كان مصور ارمني صور كل جميلات مصر ومن اول العيله المالكه، وبعدين سلم كل المجموعه بتاعته دي، اوصى ان كل مجموعته الفنيه التصويريه بتاعته دي تسلم في عهده الجامعه الامريكيه، وعملوا ليها متحف. يعني بدعوا الناس كلها ان نروح تتفرج على الصور الابيض واسود بتاعت مصر كلها من الثلاثينات. واو ده حاجه لحد جامد قوي. لحد الثمانينات. سئل ما هو اجمل وجه، ده اللي صور اسف الامبراطوره فوزيه واللي هي مشهوره انها كانت من احلى جميلات العيله المالكه والاميرات والفنانات الجميلات كلهم. قال لهم انا يعني من احلى الوجوه اللي صورتها هو وجه الفنانه ميرفت امين، ربنا يديها الصحه ويمتعها بالصحه، وطبعا سعاد حسني وبولا. انما هو لما بيركز على الجمال بتاع الوجوه دي كلها ليه؟ التناسق اللي ما بين كل عظم وعظم. عشان كده بعتب دايما على زملائي في الاطباء اللي هم بيبقوا اسمهم اطباء تجميل. ايوه. هو طبعا انا عندي تحفظ لان طبيب التجميل لازم يكون جراح تجميل، ما يبقاش طبيب بس. ليه؟ لان جراح التجميل هو اللي في ايده كل انواع التسليح او ترسانه من الاسلحه، سواء المشرط او الحقنه او الجهاز او العلم التشريح. لو هو مش عارف الحاجات دي بتنتج نتيجه وحشه، ان هو حقن زياده في حته ما كانش فاضي حين فيها. صحيح. بدل ما بيجمل بيشوه. بالظبط. احنا وقتنا خلص معاكم وطبعا احنا يعني مش قادره اصدق يعني، بس قولي لي يعني ممكن ناخد من فدا كلمه اخيره لكل ست من ست تقول لهم ايه؟ كلمه اخيره بقول انه كل وحده مثل ما قلت لك انه تشوف حالها حلوه وما تبالغ بتغيير شكلها، ما تتاثر بغيرها، ومثل ما تفضل الدكتور قال انه الجمال بالتناسق. يعني ممكن الواحد يشوف مخاره منه حلو ويروح يغير شكله ويقوم وشه بطل متناسق مع بعضه. يعني وبعدين بلاش تغيير ملامح الوش، خلينا في ملامحنا اللي برضه خلقها ربنا. صحيح. يعني صحيح. ونحافظ على بشرتنا وصحتنا عن طريق الحياه الصحيه مثل ما حكينا بالبدايه، وما نبطل نلعب رياضه ونتحرك كل يوم شو ما كانت الظروف. ميرسي فيدا. طبعا فيدا شتيلة اخصائيه التغذيه، دكتور عمرو مبروك رئيس قسم جراحه التجميل تبان شمس، نورت وصالون سيدتي واستفدنا منكم جدا، كلام يعني في الصميم، وهيخلينا احنا نعيد نظر ونفكر في حاجات كتير، ولو في اي عادات سيئه نغيرها ونبتدي ناخد بالنا من نفسنا. انا بشكركم واتمنى لكم جميعا جمال وصحه وسعاده ورضا دايما. هابي ويك اند. باي باي.